كنية حيك يسلمك. ها طمش العلوم. العلوم يسلم الحمد لله رب العالمين. عفية عليك عفية. قهوة جاهزة يا عمي. زين زين يبا زيت هات يلا بسرعة بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تظن أن المختار بيجهز لنا اللي نبيه؟ إيه إيه أكيد أكيد. هو من أهم التجار في الدير الشمالية. وأنا مو أول مرة أتعامل معاه. لا تخاف لا تخاف يا أبو عامر. إيه يا أبو سالم رايتك بيضة. الله يسلم. حاضر حاضر واحنا حسبات اهل نعين ونعاون طال عمره. اي نعم اي نعم. يلا همتكم شباب همه 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 يلا بهمه همه يعطيكم العافيه. معقوله هذا اخر واحد اتوقع جديرتنا؟ لا لا لازم اشوفه. يهل يهل يا حي الله الطيبين يا حي الله قطارنا ساعة المباركة. شلونكم أموركم علومكم طيبة إن شاء الله؟ أكيد تسألون من أكون. إي والله يا أبوك من تكون؟ أبو سالم تعرفه من؟ والله مشبه عليه بس تبي الصج ما أذكر. لا لا أذكركم أنا. حياك نستريح هني وعلمك كل سالفة. يهل يهل والله يهل حي الله الطيبين. الله يحييك. ليش ما قلت لي يا ابوك من تكون انت؟ تذكر يا ابو عامر من سنتين تقريبا جيت انا عشان اخذ امانه من عند ابو دحيم بس قل لي هو حي. اي نعم حي الحمد لله الله يطول بعمره ان شاء الله. عاد تذكر ذيك السنه جيتك انا على ان الامانه عند ابو دحيم وانت عطيتني الامانه على ان الامانه عندك تذكرها؟
إيه نعم أذكر ليش ما أذكر يلا حياكم الله والساعة المباركة، وبما أنكم جيتوا غداكم عند اليوم كله تم. مشكور وما تقصر، خيرك سابق. بس بينه وبين المختار بمبارك في عندنا موعد وغدانا عنده بعد. وبمبارك بعد ما يقدر معنا شيء. عايز أسمعوا بعد غداكم إن شاء الله أنت والمختار تجون عندي البيت تتقهون، قولوا تم. تهم أبو حياكم الله والساعة المباركة والله. يلا حبيبي احنا نتراخص الحين. يا حياكم درب السلامة إن شاء الله. الله يسلمك. الله وياكم أبو الله وياكم. يمه هلا يمه. أكل ضيوف وصلوا. حياهم الله يا يمه، والقهوة بعد برزت. إيه يمه، أنا أول مرة عارف إن أبوي عارف ناس من الديرة الشمالية. هذلين يا يمه أكيد ناس غاليين عليه، والحين بنعرف من هم ذيلة. هاك أخذ القهوة وودها عط محمود خله هو يصب القهوة. إن شاء الله يمه تمرين أمر. تحمل يمه. إن شاء الله إن شاء الله. بس والله سالفتك سالفة يا أبو سند. اي والله يا عم مبارك، بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من خدت الامانه من عند الجماعه، والحمد لله الرزق قدام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحلال ما يضيع يا ابوك، وهذه سلك العرب يحافظون على الامانه. اي والله والله يديمها يا رب ان شاء الله. الله يديمها. ابو عامر بيض الوجه وما قصر، وانت بعد ما قصرت بيضت الوجه. كلكم فيكم الخير والسعه المباركه والله. حياكم الله. دنق هوا يا محمود. أنا ولا مرة شفتهم. معك حق يا وليدي، لأنه مو من حارتنا ولا من ديرتنا، هذا من الديرة الثانية، وكلي معاهم سالفة من زمان. حطيت أمانة عند أبو تحيم الله يذكره بالخير، وهذا اللي حضر عندنا اسمه أبو عامر، وقصتي وياهم بدأت من ذاك اليوم. سند يما سند تعال. صبحك الله بالخير يما. ابي لي ثوب زين علشان اروح اطلع والعب ويا رابعي. ان شاء الله لان الله رزقني واشتري لك ثوب. صدقيني يما، حتى انا استحى اطلع ويا رابعي علشان هالثوب. شو نسوي يا يما؟ ان شاء الله ابوك يرد بالسلامه ويشتري لك بدال الثوب ثوبي. خلني الحين بخيطه لك. صدقيني يما ان البارحه انا حلمان في ابوي، هو داش علينا البيت عندش كثر بيزات. ان شاء الله خير يا يما، المكتوب اللي طرشه من شهر قال انه بيرد قريب. هو ايش كثر تغرب؟ هو تقريبا صار له يعني 9 سنين، لان يوم يروح انت كان عمرك 5 سنين، والحين انت عمرك ما شاء الله 14 سنه. تبغى تتذكره؟ هو عندي مثل الحل يعني، لو طالعه ما بعرفه. ان شاء الله يا وشفته بتعرفه، لو بيشتري لك السيكل الجديد اللي في خاطرك. صج يما؟ اي يما صج، بس انت قول يا الله يا رب انك ترجع ابوي بالسلامه. يا رب انك ترجع ابوي بالسلامه، يشتري لي الثوب الجديد والسيكل ان شاء الله. يا يما يما انا حين بروح وبطلع يا رابعي. اي روح يا يما، بس عاد لا تتاخر، من ياذن المقربه بك ترد البيت ستون. ان شاء الله. Thank you.
راح ادوك. مشكور، ما قصرت. السلام عليكم عيال. السلام. ما شاء الله ما شاء الله، انا عندي حلاوه جايبه وياي تستاهلونها. خذوا خذوا خذ الارض، خذ الارض، خذ. سند سند، تعال حياك. سند؟ لا انا ما راح. تعال. انت اسمك سند؟ اي انا اسمي سند وابوي عبد الله. لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله. خذ 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 حبيبي، خذ خذ خذ. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ما شاء الله عليك، كبرت يا سند. ليش انت تعرفني؟ شلون ما اعرفك يا بوي؟ انا ابوك اللي كنت غايب عنك طول هالمده هذه، رجعت لك يا بوي. انت ابوي؟ اي بوي. انت ابوي؟ يا الرابع ابوي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. انا بروح ابشر امي. شلون امك؟ شلون زين؟ زين الحمد لله. زين يا بوي، يلا روح بسرعه 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 بسرعه. عافي عليك. يلا 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 برخصتكم، يا مع السلامه. يما ابوي رجع. انت من صدقك ولا انت خشمان؟ شوف وين اعطاني هالحلاوه. مكرج حيا الله. بس وينه وليش ماي البيت؟ انا جيت يا ابو سند. شلونكم؟ طمنوني عنكم. عندي لك خبر بيفرحك يا ابو حمدان. خير ان شاء الله. ام صالح تقول ان ابو سند وصل الديره وانه بخير وعافيه. ما شاء الله، اتصدق اني نسيت حتى وجهه، وان شاء الله عين خير في غربته. انا لحين ما شفته ولا ادري عن علومه. واسمع يا ابو حمدان، ترى مو كل واحد اغترب هو عين خير. الله يوفقه، عسى عين خير علشان يصير عندنا واحد مقتدر، واذا بغينا نتسلى نلقى من يسلفنا. بس هذا همك الفلوس. وش رايك يا ابو حمدان ان احنا نروح لبيتهم ونسلم عليه؟ يا رجال الحين قاعد يا زوجته ويا ولده، ولف على اهله يسلم عليهم، مو فاضي لنا. انا ما اقول الله يوفقه، لكن انا بعد حالي حالك، انا بعد مشتاق له. وبنشوف اذا الغربه زينه اغتربت انا وياك. الله يغرب لبليسك، اي غربه في هالعمر. يا ريتني يوم سند ما تغربت، ضاع من عمري 8 ولا 10 سنين تقريبا. هذا رجعنا ولا استفدنا من الغربة شيء. أنا اللي حاسبتهم 9 سنين و3 أشهر. ما شاء الله، حاسبتهم باليوم. الله يقدرني إن شاء الله أعوض كل اللي راح عليك وعلى ولدي سند. العوض بسلامتك يا أبو سند، والله أن دخلتك علينا تسوى الدنيا وما فيها. الله يسلمك إن شاء الله. عاد ودي أعرف شلون قضيتوا أيامكم؟ صراحة أهل الخير ما قصروا، أهل الفريج كلهم تعاونوا وعطونا كل واحد على قد اللي يقدر عليه. جزاهم الله ألف خير وما قصروا. أنا رايح مشوار وجاي. وين بتروح؟ أنا بروح بشوف الربع أسلم عليهم، بعدين عندي مشوار للديرة الشمالية، بقابل واحد من التجار هناك، باخذ منه غرض وراجع إن شاء الله. تامري بشي؟ سلامتك. يلا صدق من قال الغنم غنيمة يا أبو حمدان. أتصدق إن من هالغنم هذين كلهم مالي إلا 3 غنمات. ما شاء الله، والباقي؟ الباقي حق واحدة عجوز اسمهم مبارك الله يرحمها، جابت قبل 4 سنوات لي غنمتين وزادوا غنمها. زين وما عندها وريث؟ عندها وريث، ولدها مبارك، بس يقولون في الظهران، وللحين ما جستلم الغنم ماله، وأنا مخلينهم عندي أمانة. الله يجازك خير يا أبو حمدان، الله يجازك خير. الله يسلمك. الله يخليك. كم بغيت يا طيب؟ أفا عليك اللي حد الغانمة، أنا تراني مثل ما قال الشاعر، حلفت ما أخذ على الطرقي رياله، بالثلاث محرم منها ما تجيني، لا لقيت اللي على السكة الحالة يلتفت ويقول وين الطيبين. والله وانت للطيبين، وجزاك الله الخير، وما تقصر صح حسانك. صح بدنك. يلا
أمان الله. أمان الكريم. إذا ما كنت واهم هذا هو الدكة. لا 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 أكيد هو. خلوه سلم على أبوك سلام وايد وايد وقول له كل شيء بغير في الحساب. يوصل. زين بس ما طول كلش ولا خيال. اي نعم قايل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسيتني. والله شو أقول لك يا أخوك، ذكرني باسمك عشان أعرفك. أنا أبو سند، جيتك قبل 8-9 سنين وعطتك أمانة. الله يسلمك إن شاء الله. أي أمانة؟ ذكرني بالأمانة عشان أعرفك. 19 ريال فرنسي فضة حاط لك إياهم في سرة حمرة ومعطيك إياهم. اي تذكرت حياك. الحمد لله على السلامة يا ابو سعد. الحمد لله على السلامة. لا يبا الله يسلمك، انا ابو سند. حياك ابو سند. حياك سريع وريح روحك، وانا دقيقة واحدة اروح البيت واجيب لك الامانة، لان الامانات ما اعطون في الدكان اخليهم في البيت. حياك سريع. حياك الله وياك. الله وياك. حي الله أم صالح. الله يحييك يا أخويتي، قرت عينك برجعة أبو سند. ويد بيك يا أم صالح، الصراحة والنعم فيكم من إيران، مشكورة وما قصرتي يا أخويتي. إلا وين أبو سند؟ أبو سند سلمت الله راح الديرة الشمالية، يقول عنده شغل هناك. والله يا أخويتي أنا يتبارك لك وأشوفك إذا بغيتي شيء مني ولا شيء. زين مشكورة وما قصرتي حبيبتي، بس صبري ها لا تروحي، عندي حلاوة جايبها أبو سند ودي منها شوية حق اليهود. ما قصرتي. 16 17 18 19. الحمد لله يا رب لي البيزات وفت. الحمد لله يا رب، الله يوفيني إن شاء الله. الله يوفيني إن شاء الله. الحمد لله يا رب. عائلة تقول أخوي أبو سند ما توفقت في غربتك. والله الحقيقة يا أخوي لا ما توفقنا، وأنا الحمد لله رب العالمين أني حاط لي شوي من حلالي عنده رجال طيب والحين جاي أخذه. والنعم في أبو عامر، والله أنه ريال طيب ويخاف الله. صدقت والله صدقت، رجال طيب والنعم فيه. أي والله طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر طمن لقيت الأمانة. أفا عليك، الأمانة عندي ما تضيع. سم هذه أمانتك، عد فلوسك. ما يحتاج عدها، معدودة. يلا عاد برخصتكم يا جماعة، أنا مضطر أمشي الحين. لا والله يا ضيف الرحمن، ما تتحرك من هني إلا بتخدي عندي. صدقني أنا من جيت من السفر لحد الآن ما شفت علي عدل. عيل تعال تقهوى عندي عقب الصلاة. قول تم. تم 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 خلاص. يلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يلا وش رايك يا ابو حمدان في مشروع يدخل علينا ذهب؟ خير، وايش مشروعك؟ شوف نستلف 50 ربية من عند ابو سند، ها، ونشتري حمار وقاري. انت عليك القت وانا علي البيع. هم ملكية الحمار، حق من هو بصير؟ الحمار مني والقت منك والمكسب بالنص. انزين والظن ابو سند بيوافق انه يسلفك؟ انت لا تحات يا ابو سند، أبو سند بيوافق، بس أهمش أنت توافق. حجل، توكلنا على الله، خلنا نكتب الاتفاقية. نكتب الاتفاقية، شوف الطرف الأول في الاتفاقية أبو صالح. لا، الحمار. ها؟ والطرف الثاني العلف. يما، هذه جارنا أبو حامد عند الباب. ما قالك شي يبي؟ امبلا يا يسأل عن أبوي ويقول لنا العشاء عندهم. قول له يا يما أبوي طلع ما ندري بمتى بيرد. إن شاء الله. روح يما.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اقول يا ابو دحيم، نعم، ايش رايك تتقهوى معانا؟ عندي ضيف شرواك. شرواك الطيب، تم قهوتك يا ابو فهد، ما تنعاف. الله يطول لي بعمرك. حياك. حياك يا ضيف الرحمن. يا حياك ابوي. ما تعرفنا على الاسم. انا ابو سند، عبد الله بن سند، من الديره الجنوبيه. ايش قلت؟ عبد الله ابو سند من الديره الجنوبيه؟ يعني انت ابو سند ما غيره؟ بشحمه ولحمه، وتوني جاي من الغربه. حياك الله. الحمد لله على السلامه. وينك يا ريال؟ من زمان ما شفناك. انت تعرفني يا عم؟ سمع، انا ما عرفتك. عفا عليك، كأنك شيبت يا ابو سند. الحين المفروض انا اللي انساك، مو انت اللي تنساني. تصدق يا طويل العمر، انا لحد الان ما عرفتك. يعني من تكون؟ انا ابو دحيم اللي حطيت امانتك عنده 19 ريال. 19 ريال فرنسي. انت تقول الصدق ولا تمزح؟ عفا عليك، الله جابك علشان تاخذ امانتك قبل لا الله ياخذ امانته. والله كنه جبل على ظهري. الحقيقه الامانه انا استرديتها، وهذه معاي بمخباي. من وين اخذتها؟ اخذها من ابو عامر، الله يطول لي بعمره. لا يكون غلطان يا ابو دحيم. ابو عامر، شنو القصه؟ الامانه اللي حطيتها عندي من سنين، وليه الحين موجوده عندي 19 ريال في منديل احمر. الحقيقه ابو دحيم، وجهك مو غريب علي، كاني تذكرتك الحين. بس انا بصراحه ما فهمت شيء، راسي بدا يدور. المساله فيها سر، او ان في شيء غلط. انا عرفت السر. بيتنا انا قريب، بروح اجيب الامانه ونروح حق ابو عامر في الدكان، وهناك بتعرفون السالفه. جي زياد، بس انت تستاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. حيا الله ابو سند والجماعه. ها شو تشربون؟ بارد؟ خل عنك البارد الحين، وقول لنا ايش سالفه الامانه اللي اعطيتها ابو سند؟ ما في سالفه يا ابو دحين. ريال عطاني امانه وياخذها، هذه حقه. متى حطها عندك؟ والله يا ابو دحين ما اذكر، يعني قبل 7-8 سنين، ما تذكر يعني. يعني قبل لا ابيعك الدكان ولا بعده؟ الدكان هذا كان دكانك وبعت على هالريال؟ اي نعم، كان دكاني وبعت على هالريال الطيب. و هذه فلوسك 19 ريال، رجع حق الريال فلوسك. جزاك الله الف خير. وهذه الامانه يا ابو عامر، تفضل. بس عندي لك سؤال. اساله انا اخوك. اذا الامانه هذه اساسها مو عندك، ليش حطتني اياها؟ انا اقول لك يا اخوك، انا ريال تاجر، وأهل الديرة كلهم يحبوني ويثقون فيني. إذا أنا نكرتك، بعض الناس بتظن فيني مظن مو بزين، وقلت نعطي الريال الفلوس والعوض على الله. وهذه فلوس رجعتني، وربي ما خسرني، لأن نيتي طيبة والنية مطية. أبو عامر من التجار اللي شاري سلعته بين أهله وناسه لأن نيتي طيبة، والنية طيبة الله يوفقه. مثل ما قال المثل، النية مطية يا وليدي. وهالله هالله 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 بالأمانة، وهالله هالله بالنية الطيبة. زين يبوي؟ إن شاء الله يبوي.